شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عدد من الاجتماعات المختلفة، وذلك ضمن مشاركتهم في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف. وحول تفاصيل المشاركة لهذا اليوم معنا عبر الهاتف النائب الدكتورة جميلة السماك. مساء الخير دكتورة جميلة. إذا ما هو أهم ما تم طرحه من قبل مملكة البحرين في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي؟ مرحبا، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. طبعا اليوم كان في عدة اجتماعات. واقعا ابتدينا باجتماع مكتب لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وكذلك الجمعية العامة والتي تم فيها النقاش حول البند الطارئ التي وافقت عليه طبعا الدول بالأمس، وتبنت طبعا البحرين أو جاءت فيه مملكة البحرين بالاقتراح. أيضا تكلمنا في اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين حول استكمال صياغة مشروع القرار المعني باستدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة أثناء طبعا وجودنا في وجود المجموعة في هذا الاجتماع. أيضا هناك اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. في هذا الاجتماع تناقشنا حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده في ختام أعمال الجمعية القادمة في 139، إن شاء الله راح تكون في الأرجنتين في أكتوبر. نعم. في هذا الاجتماع ناقشنا فيه كثير من الأمور التي تعني الهجرة وموضوع اللاجئين، خصوصا أن الهجرة باتت موضوع يعني يقلق الكثير من الدول بسبب تزايد موضوع طبعا الهجرة. تكلمنا فيه عن ماذا نعني بالهجرة والمهاجرين واللاجئين، وكيف وما هي السبل التي ممكن دعم حقوق هؤلاء المهاجرين واللاجئين. تكلمنا طبعا أن مملكة البحرين سباقة في هذا المجال، ولو أن عندنا يعني مجموع 42% من السكان من الوافدين ولا يعتبرون مهاجرين، ولكن البحرين بما أن البحرين هي دولة منفتحة على العالم تعيش السلم والتعايش السلمي، فأصبحت البحرين هي رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط من حيث يعني حب العمال الوافدين للعمل في هذه البلد. نعم. الآمنة. طبعا البحرين قامت بكثير من الإجراءات واقعا من أجل صيانة حقوق هؤلاء الوافدين وصيانة حقوق المهاجرين إن كان هناك أي مهاجرين. طبعا على مستوى العالم نتكلم، البحرين تفتخر بوجود المفوضية، مركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين. طبعا أيضا البحرين موجود فيها مركز لمكافحة الاتجار بالبشر. البحرين صدقت ووافقت على كثير من الاتفاقيات الدولية وكل الاتفاقيات الدولية التي تعني في هذا الشأن. نعم. طبعا الهجرة والمهاجرين هذه أيضا هناك الكثير من القوانين أيضا والتشريعات التي قام بها مجلس النواب وقامت بها السلطة التشريعية بشكل عام من أجل تعزيز ودعم حقوق المهاجرين. نعم، من جنيف الدكتورة جميلة سماك عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا.